لسنوات طويلة ورغم إمكانياتها القوية في الاقتصاد الوطني، ظلت الفلاحة الجزائرية قطاعاً موجهاً يغلب على تسييره الطابع الاجتماعي. أكثر من ثلاثة للاقتصاد الوطني القيمة المضافة الحقيقية المنتظرة من القطاع الفلاحي، ولم تحظى أيضاً بالتقنية والتكنولوجيا التي صارت تدار بها اليوم الفلاحة على المستوى العالمي. ولما اتضح اليوم جلياً بأن الفلاحة هي البديل الحقيقي والثروة المستديمة، كان لابد من إيجاد حلول سريعة لإعادة الاستثمار القوي للمزارع والمستثمرات الفلاحية التي طالها الركود لسنوات طويلة. من هنا وعلى غرار العديد من الدول، لجأت السلطات إلى تبني خيار الشراكة العمومية الخاصة في المزارع النموذجية، عملية انطلقت قبل سنوات اندمج فيها مستثمرون مهنيون جزائريون يخوضون عمليات استثمار ضخمة في مزارع مختلفة. تميزت هذه المزارع النموذجية بنقص كبير في التأطير التقني، عجز في التوازنات المالية، وبغياب التسيير المحكم. وإلى كل هذا تضاف مشاكل أخرى، منها قدم سن الغراسة وتردي مستويات الإنتاج، وضع تتقاسمه 80% من المزارع النموذجية. ومن أجل إصلاح هذا الوضع ومنح هذه المزارع النموذجية الوسائل العملية عبر مساهمة المهنيين ذوي الخبرة والكفاءة التقنية والتكنولوجيا وحسن التسيير والقدرات المالية، قررت السلطات العمومية تبني خيار الشراكة العمومية الخاصة في المزارع النموذجية بهدف إعطاء ديناميكية جديدة لهذه المزارع. مزرعة نموذجية تمتد على مساحة 13485 هكتار خاضت عملية شراكة عمومية خاصة توجت بنتائج اقتصادية هامة. المزرعة النموذجية لإخوة حوشين بخميس الخشنة بولاية بومرداس، ومنذ بداية سنة 2018 أعيد لها الاستثمار القوي وتغير وضعها وعاد الأمل للعاملين فيها. هذه الصور تعود إلى مرحلة ما قبل عملية الشراكة. المزرعة كانت على هذه الوضعية بعدما نال منها الإهمال والتدهور وغاب عنها الاستثمار الفلاحي لسنوات. بينها عندها ثلاث مشاكل أساسية. الأولى الاستغلال الغير شرعي، كان داير حالة، كان قريب الثلث تاع المساحة رايح. الجانب الثاني هو ضعف تاع الاستثمار، كانت منعدمة كاع الاستثمار كان منعدم. شرع الشريك الجديد في تجسيد مخطط استثماري هام. احنا أبعن جد كاع فلاحين، أنا وكان ما جيتش فلاح ما نجيش لهذا الأمر كيما هادو، ودرنا ثقة في الدولة تاعنا والحمد لله. القدرات المائية للمزرعة تتعزز بشكل متواصل، فالإخوة حوشين يعكفون باستمرار على إنجاز الأحواض العملاقة. انطلق الإخوة حوشين في أكبر عملية لغراسة الأشجار المثمرة بخميس الخشنة، غراسة أساسها نظام التكثيف. المساحة الأهم وهي 97 هكتار فقد خصصت لغراسة الحمضيات بنوعية التومسون والكليمونتين. الغوتا غوتا كتشوف فيهم دوبل بور اريفي او ماكسيموم او روندمون او كونتيتي او كاليتي. في وقت قصير استرجعت المزرعة مظاهر الاستثمار القوي، وعلى مد البصر تبدو آلاف الشجيرات من الحوامض الصورة السائدة بمزرعة الإخوة حوشين. احنا درنا ان فيرجي لو بلو مودرن بوسيبل في بلادنا اليوم، درنا عصري بكل شيء، بلاستاسيون تات، بالباسان، بالغوتا غوت، استادير باش نقتصدوا الماء. لي بلون جبناهم فاني من مشاتل اغريمونتي وكل شيء، ماشي كل شيء بالتقنيات الجديدة. العام الجاي غادي تدخل، العام الجاي ولا لحد كاع الاقصى العام الاخر غادي تدخل اون برودكسيون، تولي هنا جنه، هذه هنا تولي واحد البلاصه. ونزيد نقول لك فاني اون سير دو موديل لي فوازان.
ولتلبية الحاجيات المتزايدة من المياه، تواصل تعزيز القدرات المائية للمزرعة بإنجاز حوض عملاق جديد يتسع ل 280 ألف متر مكعب. هذا من منا الخاص، فراك واحد ما كاش من البنك. كل ما عندنا ثقة في الدولة تاعنا، أنا ما نجيبش دراهم تاوعي ونحطهم في لافيرم. الحمد لله يا ربي رانا نساهموا في الاقتصاد الوطني. ما بدا جا شريك حياة المزرعة كانت ميتة كاع، الحمد لله رانا نخدموا قلب ورب. عدد العمال بعد عملية الشراكة بلغ 59 عاملا دائما، منهم 10 إطارات و6 مهندسين فلاحيين. أما عدد العمال الموسميين فيتجاوز 120 عاملا موسمياً.